غتاخد 55 بوس بشحال 3900. انا قرب اخويا شوف ضرب لي على التلفازه ضرب غادي تشوف لي بون. والله حتى بزاف اخويا بزاف. تخيل معايا ايتيل عاطيك التلفازه 55 بوس اندرويد تي في 4K فقط بشحال 3900 3900 درهم. ايتيل اخويا العزيز عاطيك التلفازه كيف ما كتشوف معايا انا اندرويد تي في ماشي سمارت اندرويد 55 عندي الضمان 4K بشحال فقط ب 3900. اول مره المواطن المغربي غيستمتع بهذه الجوده هذه بهذا الثمن هذا 3900 الاخوان. الا درت معك اي شركه غتعطيك 50 ايتيل عطاتك 55 هانا اخويا هانا اخويا والله تضرني راسي هانا شوف شوف لي اخويا انت شوف 4K الترا اتش دي عندك 12 شهر ديال الضمان طرف الشركه عندك المعلم اندرويد اوفيسيال كيف ما كتشوف معايا ها هو اندرويد اوفيسيال. اخر شركه كانت دارت ثمن مزيان التلفازات هي تيليفينكن جابت لينا التلفازه 55 ولكن ماشي اندرويد سمارت كان عليها واحد الاقبال كبير لحد الان باقي الناس كيسولون عليها. دابا الاخوان ايتيل دخلت الغمار ديال المنافسه وعطاتنا ارخص تلفاز بهاد المواصفات السوق المغربيه. قرب عندي اخويا شوف انا شوف لي التلفازه ضرب لي على الديطاي اخويا التلفازه شوف انا التلفازه ديالنا قرب عندي اخويا فريمليس شوف فريمليس ما كاينش الحواف 55 بوس الترا اتش دي الجوده يا المعلم والثمن شحال اخويا 3900 درهم 3900 غتاخذ التلفازه 55 اندرويد فين عمرها كانت 55 اقل عام اللي فات 4000 درهم كنا كناخذوا بها تقريبا 43 دابا غتاخذ 55 بوس بشحال 3900 انا قرب اخويا شوف ضرب لي على التلفازه ضرب غادي تشوف لي بور المنافذ اللي عندنا اجي عندي اخويا هنا انا التلفزه ديالنا اخويا قرب عندي هنا هنا عندك المنافذ اللي عندك الشريف هنا عندك جو ديال اليو اس بي عندك الاش دي ام اي عندك داكشي كامل اللي كتحتاج كلشي انا اخويا الضمان ديالك المعلم هنا عندك انت 55 بوس عندك 1.5 جيجا في الرام وعندك في الرام وعندك 16 جيجا في الميموار. التلفازه الاخوان جد متكامله والضمان اللي كيهم هو ان هذه الشركه هذه التلفازه هذه عندك فيها شهر عندك فيها عام ديال الكارانتي عام ديال الضمان من طرف شركه ايتيل. شركه ايتيل راه كاينه في المغرب هنا عندها مراكز ديالها لقيتي فيها شي بروبليم الشركه كتكلف لك من غير الهرس من غير تهرسات لافيشور ومن غير طحت في الماء عندك عام ديال الكارانتي. تحيه لكم تبارك الله عليكم.